عاجل، حالته حرجة جدا. تفاصيل عملية إجلاء عاجلة للسفير الإيراني لدى الحوثيين من صنعاء إلى العراق، تفاصيل خطيرة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة تعليقا على خبر وول ستريت جورنال بطلب الحوثيين من السعودية السماح بمغادرة حسن إيرلو سفير إيران لدى الحوثيين عبر أجواء اليمن، أن إيرلو أصيب منذ أيام بفيروس كورونا. وأضاف خطيب زادة أن الخارجية الإيرانية أجرت خلال الأيام الماضية الاتصالات والمشاورات اللازمة مع بعض دول المنطقة لنقله إلى طهران بسبب حالته للفحص الطبي العاجل. وأشار خطيب زادة أن الاتصالات أدت إلى توفر المقدمات اللازمة لنقله إلى إيران والتي تجري حاليا. وفي ختام تصريحه شكر خطيب زادة الدول التي تدخلت في هذا العمل الذي قال عنه إنه إنساني. وكانت قد أكدت مصادر محلية أن السفير الإيراني لدى الحوثيين غادر صنعاء عصر يوم السبت على متن طائرة عراقية بعد تفاهمات عبر العراق بين إيران والسعودية تمت لإخراجه على وجه السرعة بسبب ظروفه الصحية.